السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. 4 مترشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية يعلنون رفضهم للتشكيلة الحالية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. منتدى وطني في نواكشوط حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أشهرا بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون حولها. ساسة ومدون يحتجون أمام السجن المدني في نواكشوط للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والودادي والجدو. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن 4 مترشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية رفضهم للتشكيلة الحالية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وطالبوا خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط بإشراك واسع للمعارضة في اللجنة المرتقب أن تشرف على العملية الانتخابية. وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات رئاسية شهر يونيو القادم، ينتظر أن يحصل فيها تناوب على السلطة بعد إعلان الرئيس الحالي عدم الترشح احتراما للدستور. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. 4 مترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في موريتانيا يعلنون رفضهم للتشكيلة الحالية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويدعون لهبة شعبية تبدأ من التسجيل على اللوائح الانتخابية وتؤمن عمليتي الاقتراع والفرز خلال الانتخابات المرتقبة شهر يونيو القادم. المعادلة قد تخلق الله بهبة موحدة من طرف الشعب، فهذه الانتخابات تبدأ من ظرك، من عند التسجيل، تعبئة وتوزيع اللوائح الانتخابية والدفاع عن النتيجة، عن الاقتراع، تأمين اقتراع المواطنين وتأمين الفرز. ويأتي تصعيد المعارضة ضد اللجنة الانتخابية ومطالبتها بالشفافية الاقتراع في وقت تقول فيه الحكومة الموريتانية إن النقاش بينها وأحزاب المعارضة بهذا الصدد لا يزال قائما. النقاش الدائر بين ذيك الأحزاب السياسية ووزير الداخلية مازالوا شادين فيه الأخبار، كانوا هما أعلنوا ولا ما أعلنوا، على كل حال وقدم لهم ذاك العرض، وإلى الآن إلى عادوا رفضوه ما تبلغوه بها، وأعتقد أنه مازال شاد الأخبار بينهم في الموضوع، ولن يرفدوا أيديهم على الموضوع ندوروا نعطوكم حصيل ثاني فيه، وما حدهم شادين فيه الأخبار، ما داعي شي حد يخليهم شادين الأخبار بينهم. وكان وزير الداخلية واللامركزية قد أبلغ التحالف الانتخابي المعارض مقترح الحكومة القاضي بإضافة عضوين للتشكيلة الحالية للجنة، وهو ما يقول التحالف برفضه، ويطالب بالمناصفة على مستوى التمثيل بهذه اللجنة. وتقول اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إنها لن تألو جهدا في سبيل أن تكون الانتخابات الرئاسية المرتقبة على مستوى تطلعات وطموحات وآمال الشعب. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رغم الإمكانات المالية واللوجستية المتواضعة المتوفرة لديها هذا العام لن تألو جهدا في سبيل الرفع من مستوى الممارسة الانتخابية في كل الساحات والميادين حتى تكون الانتخابات الرئاسية القادمة على مستوى تطلعات وطموحات وآمال شعبنا الأبي. وفيما تقول اللجنة ذلك، يخرج قادة المعارضة إلى الأسواق العامة لتعبئة المواطنين من أجل المشاركة في مسيرة دعوا لها الخميس ورخصت لها الحكومة الموريتانية، مطلبها الرئيسي إشراك المعارضة في لجنة الإشراف على انتخابات يونيو الرئاسية. قال المترشح للانتخابات الرئاسية سيد محمد البوبكر إن المعارضة ترفض ما سماه التزوير وسياسة الأمر الواقع، وإن الخيار الاستراتيجي لديها هو المشاركة الفاعلة. وأضاف البوبكر خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط أن التزوير يطرح مشاكل للعملية الديمقراطية والاستقرار في البلد. التزوير ما هو مقبول، وكذلك سياسة الأمر الواقع غير مقبولة، ولكن الخيار الاستراتيجي للمرشحين وللمعارضة هو المشاركة، المشاركة الفاعلة، والمشاركة التي تقتضي في نفس الوقت
العمل الجاد والمستمر من أجل فرض الشفافية في الانتخابات المقبلة. طبعاً ما أننا معتقدين نخالق حد لا مرشح ولا مواطن سوى هو منهم عنده مصلحة في تزوير الانتخابات، لأن تزوير الانتخابات سيطرح مشاكل كبيرة للعملية الديمقراطية في بلدنا، وسيطرح مشاكل كبيرة في استقرار البلد، وإحنا مثل جميع المواطنين مهم عندنا استقرار البلد، وسنعمل على أن يتم الحفاظ على استقرار البلد مع فرض التغيير وفرض الشفافية في الانتخابات. اتهم المترشح للانتخابات الرئاسية محمد المولود السلطات الموريتانية بأنها تريد فرض الأمر الواقع وتتعمد عدم الرد على المعارضة. وقال المولود خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن السلطات تنتهج تكتيكا يتمثل في عدم التجاوب مع المطالب التي تعني الشفافية. ما في الوقت الضايع، لكن السلطة تريد فرض الأمر الواقع. أنا قلت لكم على أن طرحنا هذه المطالب محددة في رسالة واضحة في يوم 7 فبراير، وتعمدت السلطة عدم الرد على رسالتنا إلى نهاية مارس، وكان ردها نهائي سلبي على أن اللجنة لا يمكن تغييرها. وبعد ذلك اتضح أن هذا الرد حجته فيه واهية، لأنهم تلبوا له على أنهم مستعدين يزيدوها باثنين. السؤال لماذا اثنين فقط؟ هي اللي تعود لا يالتا تنزاد بشيء تابع للمنطق اللي وعدلت عليه اللجنة. إذا هناك تكتيك دابت عليه السلطة، وهو دائما عدم تجاوب مع المطالب اللي تعني الشفافية، وفي آخر الوقت تبدي استعداد واتصالات من أجل جر المباحثات إلى طريق مسدود. نظم في العاصمة نواكشوط منتدى وطني حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك بعد أشهر على مصادقة البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يتعلق بهذه المنطقة التجارية. وتسعى إفريقيا من خلال هذه المنطقة إلى خلق تكامل واندماج اقتصادي بين مختلف دول القارة. فقد تجاوز عدد الدول المنضمة لهذه المنطقة 50 دولة. نتابع المزيد ضمن هذا التقرير. منتدى في العاصمة نواكشوط حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يسعى إلى وضع مشروع استراتيجية وطنية بشأن تنفيذ الاتفاق بين موريتانيا والمنطقة القارية الهادفة إلى خلق سوق تجارية إفريقية حرة تعزز التكامل الاقتصادي. ويهدف هذا البرنامج إلى إزالة كافة الحواجز التعريفية بين دول القارة، تمهيدا إلى خلق سوق فريد من نوعه في العالم. إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست برنامجا منعزلا، بل تشكل مع الخطط والبرامج الأخرى للاتحاد الإفريقي بنية متماسكة تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي والقاري. وتعول القارة الإفريقية على هذه المنطقة من أجل تحقيق نمو لاقتصادات بلدانها وتعزيز الروابط بين دولها، بما يضمن إنعاشا للاستثمار يكون متعدد الأبعاد. إن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يشكل ركيزة رئيسية في مجال النمو متعدد الأبعاد بإفريقيا، كما أنه مبادرة إفريقية ستمكن من توجيه الاستثمارات وإنعاش النمو الاقتصادي، كما تتيح المنطقة التجارية الحرة تعزيز الروابط البينية على مستوى دول القارة وخلق دينامية على مستوى الاندماج بالقارة الإفريقية. وكان البرلمان الموريتاني قد صادق شهر دجنبر الماضي على مشروع قانون يتعلق بإنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية الإفريقية، ويضم هذا المشروع 31 مادة تتعلق بالإطار المؤسسي للمنطقة وأهدافها العامة ومبادئها الأساسية.
ومنذ وضع الاتفاق المؤسس للمنطقة التجارية الحرة مارس 2018 وقعت 52 من أصل 55 دولة إفريقية على هذا الاتفاق. وكانت القمة الإفريقية 31 التي نظمت بنواكشوط يوليو الماضي أول قمة عادية إفريقية تنظم بعد وضع هذا الاتفاق، وشكل موضوع منطقة التجارة الحرة أحد ملفات نقاشها. احتج متضامنون مع المعتقلين الموريتانيين عبد الرحمن والودادي والشيخ الجدو مجددا أمام السجن المدني في العاصمة نواكشوط للمطالبة بإطلاق سراحهما، وشارك في الاحتجاج عدد من المنتخبين إلى جانب مدونين وناشطين حقوقيين إضافة إلى بعض ذوي المعتقلين. وندد المحتجون باستمرار اعتقال والودادي والجدو واصفين اعتقالهما بالتعسفي وداعين السلطات إلى التراجع عنه. شاركنا اليوم في هذه الوقفة لنعبر عن دعمنا وتضامننا لأبطال الحقيقة الإخوة عبد الرحمن الودادي والأخ دكتور الشيخ والجدو اللي في السجن المدني اليوم بلا وجه قانون، كما نعبر عن رفضنا وشجبنا وإدانتنا لهذا الظلم القائم، ونطالب من هذا المنبر بإطلاق سراحهم بلا قيد ولا شرط قبل أن تتفاقم الأمور، لأن ليست هناك مصلحة لهذا النظام في فتح جميع الملفات، لأن لديه ما يكفيهم المشاكل، وأظن أنه من مصلحته أن يطلق سراحهم بلا قيد ولا شرط. هذه الوقفة للمطالبة بإطلاق سراح المدونين الشيخ والجد وعبد الرحمن والودادي، ونقول للسلطات المعنية أعلن بدلا من تكميم الأفواه وبدلا من مصادرة آراء المدونين وآراء أصحاب الرأي الحر، أعلنهم يا الله يكشف الحقيقة ويا الله يتعامل مع المواطنين بكل شفافية. كنا شاكين عن الأحوال تخطات هذا، وعن المدونين ما ينقبضوا على ملة آراءهم، وعن اللي قالوا المدونين ما قالوا حدهم، قالتوا الناس كاملة، ونقال نوعوا 100,000 مرة، واستهدافهم هم بالخصوص بالنسبة لنا ظلم مبين، ولا إن شاء الله ونتكاتفوا معاهم ويتكاتفوا معاهم المواطنين يتم إطلاق سراحهم إن شاء الله. ونحن نتمنى على من يديرون الشأن العام في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن يعودوا عن مثل هذه الخطوات التي هي في الحقيقة تعبير مؤسف عن مدى تراجعنا عن 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 إعطاء الحرية الذي كان النظام خلال العشرية الماضية أهم ما كان يمن به على المجتمع هو إعطاء كم هائل من الحرية. طالب دكاترة في الشريعة الإسلامية خلال احتجاج نظموه أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط باكتتابهم في الوظيفة العمومية ودمجهم بشكل فوري. وقال المحتجون إن مؤسسات التعليم العالي التي يدرسون فيها لم تقم باكتتاب منذ سنوات، وإن الحاجة قائمة إلى اكتتابهم. هؤلاء دكاترة الشريعة وقفتهم الرابعة ولا الخامسة مطالبين طالب واحد هو الأساسي عندنا، الاكتتاب الدمج المباشر في الوظيفة العمومية عن طريق التعليم العالي، عن طريق التعليم العالي، ومطالبين بهذا، ونعرفوا أن الدولة ما عايز زود قد تعدلوا، وطالبين من السيد الرئيس يتدخل في هذه القضية لفضها وحلها ودمجنا دمجا مباشرا استعجاليا، علما أن عددنا لا يتجاوز 60. دمج مباشر خطة متبعة بعض دول العالم وجربتها بعض دول المجاورة، ومبرراتها أن هؤلاء الدكاترة في تخصصات العلوم الشرعية مؤسساتهم منذ سنوات لم يتم فيها اكتتاب، ولذلك هم يعني بعد الجرد عددهم تقريبا لا يتجاوز 52 دكتور، وحاجة المؤسسات أيضا لاكتتاب هؤلاء الدكاترة لأنها تقريبا ما يقارب، إذا تجنبت يعني التقدير، ما يقارب 70% من الطاقم مثلا العامل في هذه المؤسسات هو من المتعاونين والعقدويين، ولكن الحاجة داعية لاكتتابهم. طلب عدد من الممرضين والقابلات الحكومة الموريتانية بالتراجع عن نظام أسلاك الصحة مؤكدين تضررهم منه. جاء ذلك خلال احتجاج نظمه العشرات من الممرضين والقابلات أمام وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرانة الإدارة في العاصمة نواكشوط.
نحن مطالبنا علينا نكملوا شور القابلة وشور ممرض الدولة، تنعطانا الحق في التكملة ويفتح لنا ويتغير عنا، والله يحسن هذا نظام الأسلاك اللي يخلق إياك يعدلون. احنا وحدين مطالع يوصلوا بينا المراتب معينة والله لوظائف معينة. اليوم نحن جينا لوزارة الوظيفة العمومية، إياك نقولوا لوزارة الوظيفة العمومية أيضا علنا رافضين، وعلنها إياك تتسرع من التجاوب مع وزارة الصحة، إياك يتم إلقاء هذا النظام الإسلاك اللي اشتغلوا بعض النقابات، إياك يخلق، إياك نعودوا نحن سلم يوصلوا هما بينا فيه المراتب معينة، والله توظيف معين، والله مراكز معينة إدارية. رسالتنا في النظام الإسلاك الجديد عنه نعترفوا عن فيه نقاط إيجابية غير ما يلا ذوك النقاط الإيجابية تبدل النقاط السلبية. هذا نظام الإسلاك نظام عنده مارس نقاط معينة ما هي زينة تعتبر سلبية على ممرضين وقابلات، والمتضرر فيه ممرضين EMS الاجتماعيين القديمين اللي كانوا فملي اللي هم 14 سنة وما يخدموا، جاء النظام وقاعس من بين السنوات. والله مولي هذو الـ EES الجدد وهذو الـ ZO الجدد عادوا يعدلوا باك بليس ده وهما كانوا عدلوا باك بليس 3. احتفت منظمة إيكوديف بذكرى تأسيسها 20 مستعرضة أبرز نشاطاتها في المجالات التنموية والبيئية، ويأتي ذلك في إطار جمعيتها العمومية. وينتظر أن تنظم إيكوديف ندوتي نقاش أولاهما حول التعليم الأساسي في موريتانيا ودور الجمعيات وآباء التلاميذ، فيما تبحث الثانية الشراكة وفرص الشغل ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص في ذلك. إذ نشارك منظمة إيكوديف تخليدها 20 سنة من العطاء في مناطق مختلفة من البلد، لنثمن عاليا هذا الإسهام الهام والذي يندرج ضمن السياسات وتوجهات الحكومة للتحسين من المستوى المعيشي للسكان. وعلى هذا الأساس فإننا نهيب منظمة إيكوديف وكذلك كل المنظمات الوطنية والدولية العاملة في موريتانيا على تفعيل وتبادل الخبرات. نظمت شبكة الصحفيات الموريتانية لقاء تكوينيا قدمه الصحفي الدولي رياض معسعس حول إعداد الاستطلاعات المتعلقة بالانتخابات، ويأتي هذا اللقاء يومين بعد اختتام الشبكة ملتقى تكوينيا نظمته حول التغطية المهنية للانتخابات. ها نحن ما زلنا ننتهز الفرصة لوجود هذا الأستاذ الكبير لنأخذ منه ما استطعنا من العلوم ولنستفيد من خبراته وتجاربه في هذا المجال. وقد قبل مشكورا أيضا أن ينظم معنا هذه الورشة لصالح مراسلين وصحفيين حول استطلاع الرأي. ويعتبر استطلاع الرأي اليوم له أهمية كبيرة ومصطلح له رواج أيضا كبير وله تأثير على المجتمع وفي مجالات سواء المجال الاقتصادي أو الأمني أو الانتخابي، الذي نحن اليوم بصدد تنظيم انتخابات رئاسية. طبعا سيكون هنالك استطلاعات رأي قبل العملية الانتخابية، وهذا مهم أيضا ليكتسب الصحفيين الخبرة حول هذا الموضوع. إقليميا، أجرى الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا مشاورات مع عدد من قادة الأحزاب السياسية ورجال الدين في البلاد بشأن تعديل دستوري مرتقب. وتأتي المشاورات بخصوص تعديل الدستور المالي بعد أشهر على تنصيب كيتا رئيسا لولاية ثانية، كما تأتي في سياق يتسم بتزايد الاحتجاجات المطالبة بتوفير الأمن في وسط البلاد. التفاصيل في التقرير التالي. مساع رئاسية جديدة في مالي لإجراء تعديل دستوري بعد أزيد من 7 أشهر على تنصيب رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا لولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات. وقد أجرى كيتا عدة لقاءات مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين خلال اليومين الماضيين استعدادا لذلك. وتتحدث وسائل إعلام مالية عن سعي حكومة باماكو إلى إطلاق حوار سياسي قبل مشروع التعديل الدستوري للبرلمان وعرضه لاحقا على الشعب من أجل التصويت عليه. وقد قدمت لجنة
من الخبراء الماليين تضم 11 عضوا مشروع تعديل الدستور للرئيس المالي قبل أيام في القصر الرئاسي بالعاصمة باماكو. وكان كيتا قد ألغى مشروع تعديل الدستور المالي أغسطس عام 2017 بعد خروج احتجاجات كبيرة في عدد من مدن البلاد تدعو لإلغائه. ويضم مشروع التعديل الدستوري استحداث مجلس للشيوخ للرئيس الحق في تعيين ثلثي أعضائه فيما ينتخب الثلثان المتبقيان، كما ينص التعديل كذلك على إنشاء محكمة للحسابات، ويعود آخر تعديل دستوري عرفته مالي إلى عام 92-900 وألف. ويأتي تجدد الحديث عن تقديم مشروع يعدل الدستور في مالي في سياق يشهد مظاهرات واحتجاجات في مدن مختلفة تطالب بتوفير الأمن بوسط مالي، وذلك بعدما بات يعرف بمجزرة أوغاسوغو التي راح ضحيتها 160 شخصا من المدنيين الفلان. ويشكل التحدي الأمني أبرز التحديات التي تواجهها مالي منذ سنوات، وذلك إثر سقوط بعض مدنها الشمالية على أيدي الجماعات المسلحة، وهو ما استدعى التدخل الفرنسي والأممية دون التمكن من القضاء على الجماعات المسلحة تلك. مغاربيا، حدد الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح 4 من شهر يوليو القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد يوم على إقراره من طرف البرلمان رئيسا انتقاليا للبلاد. من جانب آخر، قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه يتعين على الجميع فهم وإدراك حيثيات الأزمة خلال الفترة المقبلة، خصوصا في شقها الاقتصادي والاجتماعي. متابع. هذه الانتخابات ستبتدي بعد. في أول رد فعل له بعد تقديم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته من الرئاسة، قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش إنه يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في شقها الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أنها ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية حسب وصفه. من وهران، وخلال كلمة له أمام أطر الجيش بالناحية العسكرية الثانية، قال نائب وزير الدفاع إن استمرار المظاهرات سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي غير مستقر، لذلك يحتاج الجزائريون إلى التحلي بالصبر والوعي والفطنة لتتحقق المطالب. قايد صالح الذي كان منشغلا بالإشراف على مناورات عسكرية غرب البلاد بدأ في خرجته الإعلامية مناصرا للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي تم تكليفه بإدارة البلاد لمدة 90 يوما كما ينص الدستور، وهو ما قد يؤثر على مستوى الثقة الذي تحظى به المؤسسة العسكرية بفعل عدم رضا المتظاهرين عن رئيس مجلس الأمة السابق. وكان بن صالح قد تعهد خلال كلمة بمناسبة توليه رئاسة البلاد مؤقتا بمقتضى أحكام المادة 102، تعهد بالقيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية مستقلة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاطلاع بالتحضير لها وإجرائها بالتشاور مع الطبقة السياسية الوطنية. ويواجه بن صالح تحديات عديدة، فهو وإن حظى بدعم قائد الأركان في تسيير المرحلة الانتقالية فإنه مرفوض شعبيا وعلى مستوى أغلب الأحزاب السياسية الجزائرية، وهو ما يصعب من عملية إحداث الهيئة الوطنية التي تحدث عنها بالتشاور مع أطراف المشهد، لأنه قد لا يجد من يحاوره أو يشركه في العملية ما لم يتراجع المحتجون عن المطالبة بتناحيه أو تقبل الأحزاب السياسية المشاركة في تسيير المرحلة الانتقالية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها 4 مترشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية يعلنون رفضهم للتشكيلة الحالية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
منتدى وطني بنواكشوط حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أشهرا بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون حولها. ساسة ومدونون يحتجون أمام سجن المدني في نواكشوط للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والودادي والشدو. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.